امبارحة كان حفل توزيع الجوائز لصناع المحتوى واللي أقيم بدبي، حيث حضر عدد كبير من اليوتيوبرز واللي شفناهم لأول مرة مجتمعين مع بعض بمكان واحد، حيث كانت الأجواء جدا خيالية، بداية من الكاربت اللي كان لونه بالأبيض والأسود واللي التقط فيه اليوتيوبرز عدة صور وفيديوهات فور وصولهم، وصولا للداخل واللي كان المكان للإعلان عن أسماء الفائزين واللي كان من بينهم كريم ديب، ولين أبو شعر، عزة ونور، أحمد وسالي، ابن حتوتة، أحمد النشيط، يارا عزيز، غيت مروان، بيكي، زياد، عمرو مسكون، هدي المرعي، أنس وأصالة، صبا شمعة، ونور ستارز وغيرهم أكثر، حيث راح نشارككم لحظات الإعلان عن أسماء الرابحين أول بأول بالفيديو القادم، الرابط تحت بصندوق الوصف. غير عن ذلك فعبر الجمهور عن استياءه لعدم فوز نارين بيوتي بالجائزة رغم أنها كانت تستحق الفوز نظرا للمحتوى الجيد اللي تقدمه على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت مقولة فزتي بقلوبنا على مواقع التواصل دعما وتشجيعا لها، حيث رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل بالفيديو القادم. وأيضا عبر الجمهور عن حزنه لعدم فوز أسامة مروة أيضا نظرا أنه عم يتعب على محتواه آخر فترة بشكل كتير كبير، ولكن أجمع البعض أن فرحتهم واحدة من بعد ما فاز غيث مروان بالجائزة، وشفنا فرحة أسامة العارمة لغيث وكيف غيث كان متمني فوز أسامة. وتحدث الجمهور أيضا عن كيف كانوا اليوتيوبرز اللي هم على غلاف كتير قراب من بعض بالحفل ولكن ما شفناهم مع بعض نهائيا، من بينهم أنس وأصالة ونارين، أحمد أبو الروب ونارين، واللي استغرب من الجمهور أكثر هو عدم لقاء رغدة كيوميجيان بغيث مروان رغم أن علاقتهم قبل فترة كانت جدا قوية، حيث اختارت الجلوس إلى جانب نارين بيوتي بالحفل. فشو رأيكم بالحفل وكل شي صار خلاله؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بخانة التعليقات.